النهاردة مش هقولك على شهادة ولا حساب يكسبوك كل سنة ولا حتى كل شهر، لا أنا هقولك على كام حساب توفير العائد بتاعهم يومي، يعني كل يوم بيمر على الحساب ده في البنك أنت بتكسب فيه. بس إيه تفاصيل الحسابات دي ومن البنوك اللي بتقدمها والعائد بتاعها كام وأعلى حساب فيهم؟ كل ده وأكتر هتعرفوا بس تابعوني في الفيديو ده. أنا آيل وليلي، كملوا معايا الفيديو الآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. وسط عشرات الشهادات وحسابات التوفير اللي بتطرحها البنوك كل وقت والتاني، ناس كتير بيكونوا في حيرة بخصوص أحسن حساب وشهادة يقدروا يستثمروا في فلوسهم وهم مطمنين وياخدوا من وراه أعلى عائد. بس استنى، أنا دلوقتي هقولك على أعلى حساب توفير مش هيكسبك كل شهر ولا حتى كل أسبوع، لا ده العائد بتاعه يومي. لكن إيه التفاصيل؟ بنك مصر أعلن عن طرح حساب سوبر كاش جاري بعائد بيوصل لـ 23% سنوياً حسب كل شريحة للأفراد الطبيعيين، ممكن لصاحب المبلغ من 50,000 جنيه إلى 100,000 جنيه الحصول على عائد 17% سنوياً بيصرف يومياً، يعني المكسب في سنة 17,000 جنيه، يعني اليوم واقف ب 46 جنيه تقريبا، وبعد كده العائد بيزيد تدريجيا حسب رصيد الحساب. على فكره الحساب ده بيتيح امكانيه فتح حساب مشترك باسم اكتر من شخص، وامكانيه اصدار بطاقه خصم فوري على الحساب وسداد قيمه اقساط التامين، بس ده بيتخصم من الحساب. كمان ممكن تحول المرتبات والمعاشات من الجهات المعنيه للحساب، ده غير انه معفي من كل المصروفات الاداريه. كمان البنك الاهلي المصري بيتيح حساب بعائد يومي تحت اسم حساب الاهلي اليومي بحد ادنى لفتح الحساب 500,000 جنيه مصري وبعائد 9% على شرائح الرصيد من 500,000 لحد 2 مليون جنيه مصري، أو 20% على شريحة رصيد أكتر من 20 مليون جنيه مصري. من مميزات الحساب إنه بيتيح إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر وإمكانية فتح حساب مشترك. مش بس كده، مصرف أبو ظبي الإسلامي بيقدم نفس الحساب، وده بيبدأ بحد أدنى 5,000 جنيه لفتحه، بس الحد الأدنى لاحتساب العائد 100,000 جنيه مصري، وده العائد بتاعه 7.25% على شريحة 3 مليون جنيه فما فوق. انت كمان عندك حساب التوفير من البنك الاهلي الكويتي، وده بعائد يومي او شهري قيمته 18%، والحد الادنى لفتح الحساب هو 5,000 جنيه. كمان في حساب التوفير من بنك كريدي اجريكول المعروف باسم الحساب اليومي الجديد، وده العائد بتاعه بيحسب يوميا ويصرف شهريا، بيوصل ل 15%، والحد الادنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري. بنك البركه كمان بيتيح حساب البركه اليومي بعائد متغير 15% للافراد والشركات بحد ادنى 50,000 جنيه، ويسحب العائد يوميا ويضاف بشكل شهري. اما بنك التعمير والاسكان بيقدم حساب توفير تحت مسمى حساب توفير سوبر بعائد 9%، ويحسب العائد بشكل يومي، والحد الادنى لفتح الحساب 50,000 جنيه، اما الحد الادنى لاحتساب العائد 100,000 جنيه. من مميزاته انه بيخليك تستعلم عن رصيدك عن طريق شبكه الصرف الالي الخاصه بالمصرف او شبكه 123. وعندك حساب التوفير من بنك الاستثمار العربي باسم توفير بلس اليومي للأفراد فقط بعائد 6%، والحد الأدنى لفتح الحساب 5,000 جنيه مصري. دلوقتي بقولولي إيه أحسن حساب توفير ممكن تفتحه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.